نظم الصليب الأحمر تشادي دورة تدريبية حول الحكم الرشيد لتقوية قدرات العاملين بالصليب الأحمر تشادي بحضور الشركاء في المجال الصحي. عائشة دوكي. الخطوات العملية التي يتتبعها أعضاء الصليب الأحمر في الوقوف بجانب وزارة الصحة في الإسعافات الأولية للمواطنين عند الطوارئ تتطلب التمعن والتعرف على بعض اللوازم الضرورية، وللتقرب عن هذه الأمور نظمت هذه الورشة التدريبية حول الحكم الرشيد لصالح ممثلي لجان الصليب الأحمر لمختلف أقاليم البلاد. ممثل رئيس الصليب الأحمر التشادي بشير علي حجار وصف هذه الورشة بالمهمة نظرا لما تأويه البلاد من اللاجئين والعائدين وما تقدمه لهم من خدمات صحية. لما أنا هنا عشان نعلم فيها ولا الأدب أنا حكومة أنا كرو دي شاد وان غوفرنانس كل ما قاسي عندنا توجيهات نانتون توجيهات دا أن يخوامو عندنا شاتي أنا ناجي رغلما أنا ناجي عند توجيهات فوقا يعلم فوقا بينا كموت في بعض أنام دا هم كلهم بيوجوا لي والوانتر أنام مجالين في البعض. عمل كهذا يجعل كل مسؤول يعرف ما عليه من واجبات تجاه من هم أهل لهذه الخدمة الإنسانية حتى تنعم الصحة والعافية ويشعر المواطن بصحة جيدة. وإلى احتفال اللجنة الفرعية للصليب الأحمر التشادي بالدائرة الخامسة بالذكرى 50 لخريجي الإسعافات الأولية. حسن جدة. يسعى الصليب الأحمر التشادي دوما لتقديم الخدمات الإنسانية للمواطن التشادي، وذلك منذ أن عرف افتتاح فروع له في الأقاليم وهكذا في البلديات المختلفة للعاصمة أنجمينا، والتي تعد اللجنة الفرعية للصليب بالدائرة الخامسة واحدة منها. فهذه المناسبة التي حضرها عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى وعدد كبير من أعضاء الجمعية الوطنية وبعض من الوزراء السابقين جاءت إحياء للذكرى الخمسينية للخريجين في تدريبات الإسعافات الأولية. وبعد المداخلات التي شهدتها المناسبة قدمت شهادات نهاية التدريب للمشاركين في هذه الدورة الذين لا شك يعطون دفعة قوية في المستشفيات بالعاصمة أنجمينا وكذا مختلف أقاليم البلاد.